نقدم لكم متابعي كرة القدم في كل مكان ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو التي تقام اليوم بالجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد 10 مارس 2019. تابعونا لنهاية الفيديو لمزيد من التفاصيل، حيث تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 3 بتوقيت مصر والسودان والرابعة بتوقيت السعودية، حيث تقام المباراة على ملعب بابايارا بغانا، ويديرها تحكيميا الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما ويسا. وسوف تنقل البث المباشر للمباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني قناة بين سبورت HD1 على تردد 12264 واستقطاب أفقي على القمر الصناعي نايل سات. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم جديد مواعيد مباريات كرة القدم يوميا والقنوات الناقلة لها.